امتازت العلاجات الطبية بفاعليتها في محاربة الكثير من الأمراض، وكبار السن ما زالوا يستخدمونها في التداوي. وفي فقرة سبيتال نقدم لكم بعض من هذه العلاجات الشعبية مع الوالدة مريم هلال. خلونا نتعرف في علاجنا لليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اليوم عندنا نبتة الحرمل، كيف نستعملها في الدواء. نبتة الحرمل مفيدة لكل شيء. لأن الأول يقولون اللي ما تسمع المنيور، والحين المنيور تسمعه كل مكان، والله يعيننا. نبتة الحرمل ندقها، ندق الحرمل داخل المنحاز، هذا المدقة نباه ناعم ندقه. هنا بننخله، دقيناه بننخله، هذا النخال فخلقه، واللي هو نعيم بيطيح، واللي ريش متم بالرده الخلقه. لعنا ندق هذا ثانية، أدقينا ونخلنا. عندنا هذا العسل وهذا الحرمل، ناخذ من الحرمل ونحطيه في العسل، نحطيه في العسل ونخلطه. كيف استوى الحين العسل ويا الحرمل؟ هذا عاد الحين طبخناه الحرمل واللي عاده بنصله. نصبه في الجلاس، من يفتر شوية بنسقي المريض. يعني هذا يشربه مرة واحدة، هذا كل جلاس هذا يشربه مرة واحدة. زين، الحين طريقتين، هذاك حق أكل وهذا حق شرب. ها من الحرمل هذا مخلوط ويا لي عادي، هذا ريج ويا العسل حطيناه للمعدة. الحين عندك شو؟ نحرق منه ويتقبع عليه المريض ويحطه تحته لعدة والحرمل، حراق يحرقونه. قال لي يبلع عود حرمل وحرق تحت المريض، حطوا له شوية يعدة وحرمل وثوروها واعطوه. ما معقول ان الحمى ما تدمى لها سبب. آخر شيء عاد لي كان ما يابه هذا كله، يلجون لله للوسم، يوسمونهم في السابعة عن الحمى. لكن هذه عشبة الحرمل ولي عده، هذه وصفة لي عده والحرمل. الحرمل عده يعني ما نوع واحد يسوونه، في حراق تدخن به، وفي خلطة تاكلها، وفيها تثوير ويلي عاده تشربه.